العمل صار على 102 عاملة منزلية، 100 تونسية ومهاجرتين أفريقيتين. الملمح العام بروفيل فيه عدة مكونات. إذا نأخذ مثلا العمر، كل الفئات العمرية معنية بالعمل المنزلي، الصغار اللي قد يكون أقل من 10 سنوات إلى حدود أكثر من 70 سنة. إذا نأخذ الجنس بطبيعة هم نساء، الحالة المدنية هم من الأنواع الكل، هناك العازبة وهناك المطلقة والأرملة والمتزوجة. إذا نأخذ مثلا وين يسكنوا أو وين تولدوا، في السابق كان الأكثرية تولد في مناطق داخلية وخاصة بالشمال الغربي، اليوم تحولت المعطيات الديمغرافية ولو نسبة كبيرة مولودة في تونس. معناها في تونس يعني في الأحياء اللي هما في الأصل جاءوا في إطار نزوح، الأحياء الشعبية المعروفة في ريانة وفي منوبة وكذلك في تونس، بالإضافة إلى الأحياء اللي هي دخلت مجال الهشاشة مؤخرا، في بن عروس، في الوردية، في الكرم، في حلق الواد، في تقريبا تونس الكل، يعني إقليم تونس الكبرى اللي صارت فيه الدراسة فيه نساء يشتغلن كعاملات منزليات. إذا نأخذ المستوى التعليمي فيهم المستويات الكل، ولكن نسبة الأمية 35%، نسبة مرتفعة جدا جدا جدا. ولكن مع هذا هناك بعض 4% عندهم مستوى تعليم جامعي، مع العلم أنه إحنا العاملة المنزلية لا نقصد بها يعني المنظفة فقط ولا اللي تقوم بالأعمال متاع ربة البيت تقليديا. أخذنا بعض اللي يخدموا مساعدات الحياة ديزوكسيليير دو في، أخذنا بعض اللي يخدموا يتعهدوا بالناس الكبار، ببعض الأشخاص ذوي الإعاقة، ببعض المرضى. فكانت العينة يعني مختلفة. في السنوات الأخيرة زادت يعني بشكل كبير الهجرة، هجرة النساء الإفريقيات إلى تونس وإلى تونس الكبرى بشكل خاص، ودخلوا مؤخرا. إيش معناها مؤخرا؟ يعني في السنوات الأخيرة ولا عنا يد عاملة أجنبية نسوية أجنبية تشتغل في قطاع العمل المنزلي، اللي منهم مش فقط من إفريقيات، منهم حتى من آسيا موجودات ويشتغلن، ومنهم أيضا من المغرب، ومنهم من عدة دول موجودات، ولكن بطريقة غير قانونية وغير يعني في أغلب الحالات غير ظاهرة. دراسة تبين أن هناك ما يحكى ويتداول في وسائل الإعلام متواجد، ولكن مش بالكيفية ربما أحيانا اللي جابتها بعض التقارير الصحفية، لأنه إحنا عملنا ميداني، إحنا عملنا أكاديمي بالأساس. يعني إحنا مشينا سألنا نساء يعملنا كعاملات منزليات عن طريق نساء هم أصلا اللي عملوا الدراسة، هم أيضا نساء عاملات منزليات، وبالتالي كان تواصلنا مع من يعملنا في تونس الكبرى، ما مشيناش للجهات حتى نثبت هل هناك أسواق تباع فيها يعني بين ظفرين الفتيات خاصة أم لا. ولكن تبين يعني في كل حالات الدراسة الميدانية أنه عديد من هؤلاء النساء بدأنا العمل في سن 7 و8 سنوات، وهذا مؤشر يدل أنه نعم ثم إمكانية كبيرة أن يكون تعرضنا لعمليات التجارة بالبشر. ثم أوجه التجارة الأخرى هو الوسطاء، هو اللي يكون يخدم يعني خاصة بعض النساء اللي عندهم صعوبة اندماج في بشكل أو بآخر، اللي هم في وضعية هشاشة، سواء كان هشاشة اقتصادية أو هشاشة اجتماعية، بعض اللي يعيشوا صعوبات عائلية وغير مدمجات في المجال الحضري بشكل جيد. هؤلاء النساء يتعرضن لعمليات يمكن تصنيفها ضمن يعني الاتجار بالأشخاص. هؤلاء النساء ما يضطرهن فعلا للعمل في هذا القطاع الهامشي وغير المهيكل في غالب الأحيان هي الظروف الاقتصادية، هي الصعوبات العائلية اللي تعيشها عائلاتهم، هو فقدان السند العائلي المرتبط باليتم أو بالترمل بالنسبة للنساء اللي يفقدن أزواجهن، هي أيضا
احيانا ضيق الفضاء العائلي اللي يخلي بعض النساء يقبلن العمل في منازل عند مؤاجريهم يعني حتى يكون عندهم هامش تحرك اوسع. ثم كذلك هناك يعني ما يمكن اعتباره فرار من تلك الظروف العائليه الصعبه واحيانا من الرقابه العائليه يعني اللي تكون تتجاوز يعني الحد الذي يمكن لمرأة أو لفتاة أن تتحمله، وكله مرتبط ببعضه. يعني الهشاشة انعدام القدرة على الدراسة وعلى الكتابة والقراءة يضعف إمكانية الحصول على عمل في أي قطاع آخر، فقدان السند العائلي مقابل استقطاب هذا القطاع غير المهيكل ليد عاملة هامشية وغير منظمة، هذا يخلي جزء كبير جدا من هؤلاء النساء يدخلن إلى هذا القطاع ما سميناه في الدراسة بالاختيار المفروض. هي تقول أنه هي فعلا هي اختارت العمل لأنها لم تجد غيره، بنسبة 55% في الدراسة تقول أنه هي فقط تخدم لأنه ما ثماش حل آخر، ما ثماش إمكانية أخرى، ما ثماش مثلا نسبة هامة من النساء أو اللائي يقولنا مثلا أنه دخولهم للعمل كان رغبة ذاتية، كان لتحقيق استقلالية مادية وذاتية، كان للسيادة على الذات، كان للتحرر من الرقابة، أحيانا كانت بنسب ضعيفة يسيطر عليهم أساسا العامل الاضطراري والعامل أحيانا عدم فقدان الحلول الأخرى. احنا سميناها خارج المنظومة تماما. شو معناها خارج المنظومة تماما؟ لأنه هذه العلاقة أولا هي علاقة غير منظمة، غير مهيكلة، غير رسمية، ليس هناك عقد وليس هناك تعاقد بشكل عام، والمهام غير واضحة ووقت الشغل غير واضح وحجم العمل غير واضح وساعات العمل أيضا غير واضحة، وحتى المهام نفسها تتراوح أحيانا من تنظيف الأرضية وغسل الأواني وغسل الملابس إلى غسل السيارة إلى الاعتناء بالحديقة إلى استحاب الأطفال إلى المدرسة إلى استحاب المريض أحيانا إلى المستشفى إلى الاعتناء بكبار السن وأحيانا بالأطفال داخل المنزل. بمعنى أنه ضبابية هذا القطاع ينعكس على مستوى العلاقات فيجعل هذه العلاقات ضبابية غير واضحة، لا تعرف المرأة ما يطلب منها ولا يعرف صاحب العمل أو صاحبة العمل حدوده في تعامله مع العاملة المنزلية، وكذلك يخلي هذه العلاقات هشة يعني يمكن فسخها في أي وقت وفي أي لحظة. نفس الشيء بالنسبة للعاملة المنزلية، هشاشة وضعها وهشاشة يعني وضعيتها المهنية مع يؤثر على علاقتها مع مؤجرها، وهذا يؤكد على أو يؤثر على قدرتها على التفاوض وعلى يعني فرض احيانا ظروف عمل او اشتراط ظروف عمل لائقه تسمح له او لها بالقيام بمهامها بطريقه لائقه وغير مهينه. كل اشكال العنف موجوده وتحيل بشكل مباشر الى توترات بشكل عام، توترات العلاقات او توتر العلاقات الاجتماعيه بشكل عام، والتوترات اللي سميناها احنا التوترات الحضريه، بمعنى انه المدينه لم تعد تتحمل ساكنيها وينعكس هذا على شخصيه كل شخص. ثم الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه لهؤلاء النساء وظروف عملهن داخل هذا القطاع تجعل منهن عرضة لكل أنواع العنف. لكن لهنا ما تحدثناش فقط عن العنف في إطار العلاقة الشغلية، لأنه العنف في إطار العلاقة الشغلية 85% من النساء يؤكدن على الإهانة اللفظية. العنف اللفظي هو أكثر أنواع العنف الممارس على هؤلاء النساء، ولكن هناك حتى العنف المادي موجود. ثم يضاف إلى هذا، وهذا مهم جدا في تقديرنا، أن العنف الممارس في الساحات العامة وفي الحافلة وقت اللي تمشي تتنقل للعمل ويكون الاكتظاظ ويكون تتعرض المرأة لكل أنواع العنف، اللي تتعرض للتحرش، تتعرض للسرقة، تتعرض أحيانا للاعتداءات من كل أنواعها،
وهذا يزيد يضاعف يعني مأساتها، لأن هي تشتغل في ظروف مهينة وغير لائقة وغير محمية وغير تعاقدية وغير رسمية، ثم تنتقل إلى تحمل العنف في الشارع والعنف في الفضاء العام بشكل عام، ثم تعود إلى المنزل فتجد بنفس الطريقة تجد نفس العنف. هؤلاء النساء بوضوح يعني هن أهميتهن في منازل مشغلهن بنفس أهمية زوجة المشغل أو صاحبة العمل أو المشغل أو المشغل، بمعنى أنه لو لم يكن هناك قطاع اسمه العمل المنزلي الذي يوفر للعائلات إمكانية الحصول على يعني الخدمات الأساسية من تنظيف البيت وتربية الأطفال وغسل الملابس كل المهام المنزلية، لو لم يكن هناك قطاع اسمه قطاع العمل المنزلي لما كان بإمكاننا أن نعيش يعني كتونسيين، ولما كان بإمكان المرأة في تونس اللي تشتغل قاضية أن تكون قاضية لو لم يكن لها إمكانية أنه يعني تكون إلى حد ما متحقة من أن ما يعني تحتاجه عائلتها في المنزل سيكون متوفر عن طريق العمل المنزلي. بقى اجتماعيا طبعا أنا نعرف هذا القطاع هو محل وصل اجتماعي. إيش معنى محل وصل اجتماعي؟ هو يكفي أنك تسمع أن النساء اللي يخدموا في المنازل جزء كبير منهم ما يخلوش العائلات أنهم يخدموا كعاملات منزليات، وهذا مرتبط بذلك الوصم الاجتماعي. ثم الشيء الثاني لأنه قطاع هش غير مهيكل غير رسمي، فإنه يؤسس لنوع من عدم الاعتراف، لكأننا نقول أن هذا القطاع لو كان يستحق رانا أهلناه أو رانا نظمناه كما نظمنا كل القطاعات الأخرى. تعرف في تونس ما عندناش عندنا مشكل كبير هو عدم موائمة القوانين. مثلا وقت الدخول أنت أنه عندك قانون اللي مدد في سنوات التعليم الإجباري إلى حدود 16 سنة، وفي نفس الوقت تجد أنه القانون 65 يعطي إمكانية تشغيل الأطفال أقل من سن 16 سنة في قطاع اللي يسميه هو عمالة المنازل، وقتها تكون إشكالية كبيرة. وقت اللي يكون عندك دستور يتحدث عن مساواة تامة وفعلية ويتحدث عن واجب الدولة في حماية مكتسبة المرأة وفي تحقيق المساواة، وفي نفس الوقت تجد قوانين أخرى تؤسس لحيف ولتمييز ولا تعترف بهذا المبدأ الدستوري. فترة الكورونا لما تم توزيع المساعدات تم توزيعها باعتماد دفاتر العلاج وسجلات وزارة الشؤون الاجتماعية، شو تبين فيما بعد؟ بين أنه عديد الناس يستحقوا الإعانة مخذاوش. علاش؟ لأنهم هما خارج منظومة الدولة تماما. كل هؤلاء النساء ما تحصلوش على إعانات، في حين أنهم هما القطاع اللي خسر بشكل مباشر يعني عمله، وهو في نفس الوقت ما عنده حتى آلية حماية. والمرأة العاملة في القطاع هذا العمل المنزلي ليست لها لا علاقة شغلية ولا هي منخرطة في نظام في الضمان الاجتماعي، وأحيانا ما عندهاش خدمات إمكانية أو إمكانية النفاذ للخدمات الصحية. 60% أو 61% من النساء اللي مثلوا في هذه العينة ما عندهمش وثيقة علاج.